بقواعدها البسيطة تجذب لعبة الذكاء والاستراتيجية التركية التقليدية المنقلة اهتمام جميع الفئات ومختلف الأعمار كونها مسلية وسهلة التعلم. تتناقلها الأجيال في تركيا عبر السنين. اللعبة أدرجت على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو عام 2020، بعد أن قدمت كل من تركيا وكازاخستان وقرغيزيا طلباً بذلك. لنعرفكم على كيفية لعب هذه اللعبة ومما تتكون. بداية، تتكون المنقلة أو كما يقال لها بالتركية كوتشورما من 48 حصات مقسمة على شخصين، وهناك 6 تجويفات متتالية وخزنة أخرى منفصلة لكل منهما. ويسعى كل شخص إلى ملء التجاويف بالحصوات، ومن يملأ حصوات أكثر في التجويفات الخاصة به يفوز. وعن تاريخ هذه اللعبة يقال أنه عثر عليها في جدران موقع كوبكلي تبي الأثري بمدينة شانلي أورفا جنوب تركيا، ما يدل أن تاريخها يعود إلى ما قبل أكثر من 10,000 عام. أما عن أصل اسم اللعبة، توجد روايات كثيرة حول أصل اسم كلمة منقلة، ومنها إنه قديماً كانت تطلق كلمة مانجا على المجموعات المكونة من 10 أفراد بالوحدات العسكرية، وللمجموعات قائد مهمته إطلاع جنوده بخطة الحرب الذي يرسم الخطة لهم، وتتضمن تجاويفاً وبداخلها حصوات، حيث الحصوات هي الجنود والتجاويف هي الجبهة. وهكذا أعجب الجنود بهذه الطريقة وحولوها إلى لعبة باسم منقلة. أما في عهد الدولة العثمانية فقد شكلت لعبة المنقلة وسيلة للتبادل الثقافي والتواصل الاجتماعي فيما بين الولايات والمناطق التي كانت تسيطر عليها، ولا تزال المنقلة لعبة تاريخية تجمع بين التحدي والتسلية في آن واحد إلى يومنا هذا حتى في بلادنا العربية.